هي أول طائرة للخطوط الجوية الجزائرية تحط بمطار هواري بومدين بعد أشهر من الغلق بسبب جائحة كوفيد-19. الطائرة تقل 310 مسافرين قادمين من فرنسا. عندي شهر ونص ملي كنت في فرنسا، الحمد لله فتحوا لنا هادو لي فول. ما كانتش سهله علينا باش نلقاو دي بلاص، من الحمد لله ربي كتبنا باش ندخلوا. ما نقدروش نعرضوا بلادنا للخطر، اون با لو دووا، اون با لو دووا، كيت نزيدوا فيها 14 موا واحد اخرين بور بريزيرفي لالجيري اي لي الجيريان. انا هنا اكتوالمون والله 100% بور لو فوت. parce que كنت في الغربة je me sens isolé. تسمى راني كيما نقولوا مطرف. ما هنا je me sens je suis chez moi. سي حبيت نحضر العرس تاع لو 12 تاع لو فوت، ميم سي شو انديكابي جو بو با بوجي، مي راني جيت. إجراءات وقائية صارمة تم وضعها خصيصا لاستقبال الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن. وحنايا ماذا بينا يعني نكونوا في حسن ظن يعني تاع كل المسافرين باش يكونوا يعني نخفوا لهم الاجراءات في مطار الجزائر، لان بالنسبه لكل مسافر كي يلحق المطار الجزائر هو المقصود ماشي لا ديستيناسيون ماشي باش يجي للمطار الجزائر، هنا ما الا نقص عبور بالنسبه اليه، حاولوا نخفوا له يعني الوقت اللي يجوزوا لهنا باش يروح لمكان يعني المعين من السلطات لهذه الاجراءات. في اطار الفتح الجزئي للرحلات الجويه، مصالح الجمارك على مستوى مفتشيه اقسام الجمارك بالمطار هواري بومدين مسافرين مجندة كل التجنيد لمرافقة المسافرين الوافدين من الخارج، وعليه تدعو المديرية العامة للجمارك المسافرين إلى الاطلاع عن كثب عن مختلف الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية. نحن المديرية العامة للأمن الوطني نرافق هذا القرار من خلال وضع تشكيل أمني مهامه معروفة واتخاذ كل الإجراءات الأمنية المعمول بها، كذلك العمل على فرض احترام الصارم للتدابير الوقائية المتعلقة بمكافحة ومحاصرة وباء الكورونا. وهي الإجراءات ذاتها التي اتخذت خلال انطلاق أول رحلة صباح هذا اليوم من الجزائر إلى فرنسا.